هكذا متابعي الكرام تابعنا شاهينية لسيد سعيد بن سلطان بن مريل التبي 4:42. لازال التوقيت الأفضل تحت اقدام راهية لسيد محمد بن مهنا بن النوبي المحرمي 4:32 تهارينا والناموس. وانتقل بشوط الشوط العاشر بمجموعة الأشواط. الشوط العاشر يحمل بكشوفات الجعدان الحقايق. نتقدم بهذه الأسماء، نتقدم بهذه الشعارات، نتقدم بهذه الأسماء الأولى المتقدمة بهذا الشوط. هذا هو الآن في مقدمة الشوط اللي هو هذا شاهين سهيل بن سعيد بن حمرور العامري يقدم لنا شاهين بهذا الشوط. المركز الثاني شاهين سيد عايض بن تويم الأحباب يقدم لنا شاهين. المركز الثالث وصول من قبل شاهين خليفة بن ضبيب بن سليمان الشامسي. والمركز الرابع سيد سعيد بن سلطان بن ميرين الاكتبي يقدم لنا شاهين. المركز الخامس متواجد لنا مرموق حمد بن ذياب الشرياني يقدم لنا مرموق. هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة بهذا الشوط. نتقدم ونسير بهذه اللحظات على مقدمة شوط شاهين سهيل بن سعيد بن حمرور العامري يقدم لنا شاهين بهذا الشوط. المركز الثاني شاهين خليفة بن ضبيب بن سليمان الشامسي. والمركز الثالث وصول بن شعار بن ميرين. تابعنا الشاهينية بالشوط الماضي يقدم لنا شاهين. وصلنا لائحة الإعلان الكيلو المتر الأخير يا شباب، الكيلو المتر الأخير. وصل مرموق حمد بن ذياب الشرياني واصل بهذا الشوط. وصل بن ميرين دافع بأكثر من اعتاد بهذا الشوط، دافع بشاهين وشاهين سلطان بن ميرين الاكتبي. نقول جولة السماعة يا شباب، جولة السماعة مع اللحظات الأخيرة. بن ميرين وشوفني الهدوم. الله يا سلام اللي وصل. شاهين وصل أحمد بن هلال بن سلطان المقبولي يطمح في تسجيل النقطة الثانية، خلك في الفورمة، راح مع مقدمة الشوط. ما شاء الله تبارك الله، هذه العروض اللي قدمها شاهين أحمد بن سلطان، أحمد بن هلال بن سلطان المقبولي يسجل حضورة كل معتاد. هاي القعود ما شاء الله، راح بالناموس. ركز، شوف اللي بتشوفه، تابع اللي بتتابع فجأة في لحظات الأخيرة. سلام عليك أحمد بن هلال بن سلطان المقبالي المركز الثاني والثالث. شاهين سعيد بن سلطان بن ميرين المركز الرابع. السيد عبد الله
بارك عبد الله بحمزة الشامسي والتوقيت الزمني ما شاء الله 4:38 سجل شاهين أحمد بن هلال بن سلطان المقبالي سجل